هل يجوز قتل السحرة استنادا لقتل حفصة الساحر؟ هذا لا يجوز إلا بحكم شرعي من القاضي وينفذه ولي الأمر. ما كل يقتل يقول هذا حد، الحد يقيمه ولي الأمر ويكون بحكم شرعي بعدما يثبت على الإنسان أنه يستحق القتل. نعم. والسؤال سماحة الشيخ، نرجو من سيادتكم توضيح شروط الخروج إلى الجهاد. وحفصة قتلت جارية لها سحرتها لأن السيد يقيم الحد على مملوكه، السيد يقيم الحد على مملوكه. نعم.